جاءوا من كل حدب وصوب، من كل منبت ومشرب، خليط مختلف في ظاهره منسجم في باطنه. أكثر من 1,200,000 حاج من 160 جنسية ينجذبون إلى بقعة واحدة، فهذا ما أمروا على فعله، فجاءوا مهرولين. في الحج لا تميزهم إلا إذا تحدثت معهم لغات ولهجات مختلفة يتعارفون فيما بينهم بتحية الإسلام، ولا تسمع منهم جدالا ولا بينهم فرقة. أنا جيت من إثيوبيا للحج لأول مرة. قبل الظهر وجدت رجلا من اليمن وتعرفت معه. بنشوف جنسيات طريقة من الصين، من أمريكا، من أوروبا، بلاد أوروبا كلها، من آسيا، من أفريقيا، كلمة واحدة وتوحد واحد، والله الحمد من المشاعر العظيمة. ويبقى الحج أكبر تجمع بشري متنوع في العالم على الإطلاق، يقدم كل عام نموذجا فريدا من الانسجام في الأرض المقدسة، مهد الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. I'm originally from Guinea but I live in New York. أنا من غينيا وأسكن في نيويورك. هنا لا نرى أبيضا وأسود وأصفر وأسمر، هنا نرى رجال الإيمان فقط والحقيقة فقط. أمة واحدة، أمة أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونتعامل معهم إخوان كلهم. هذا ما أريد أن أقوله للعالم أجمع، إن الإسلام دين سلام وهذا هو الأهم، والإسلام دين حق يشجع على نبذ العنف وتحقيق السلام. يتجسد في الحج مفهوم الأمة الإسلامية الواحدة، يتودون ويتراحمون فيما بينهم، ومنهم من يدعون لهذا الدين بكل لغات الأرض، متمنين حمل هذه الصورة إلى بلدانهم ونقل مضمونها إلى وعي شعوبهم. الدين الذي بدأ برجل واحد ولسان واحد أصبح اليوم شعوبا وقبائل تتعارف فيما بينها عند إحياء الركن الخامس للإسلام، متوحدين تحت شعار واحد وكلمة واحدة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فراس لطفي، سكاي نيوز عربية، من أمام الحرم المكي الشريف، مكة المكرمة.